هو علميا على حصل على درجات علمية متقدمة، كان دايركتور في الديبارتمنت اوف ستيت للريفيجيز والاميجريشن اند ريفيجيز، دي وظيفة، وايضا ريجنال دايركتور في ريد كروس. فشاف تقريبا الناس عايزة ايه، شاف متطلبات الناس ايه، عنده من داخله ان هو شخص يكون عايز يكون في مساعدة الناس بطرق مختلفة وبطرق كثيرة. فأفضل وسيلة ان هو يكون داخل الكونجرس، فمع وما زال شاب وشاب صغير، وكلنا بنفخر به، الأستاذ محمود محمود. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، بشكرك على حضورك، وأنا عارف وقتك. إحنا الانتخابات 6 نوفمبر. 6 نوفمبر. 6 نوفمبر. طيب، يعني لو تقدر تلخص لي نشاطك خلال الفترة الأخيرة دي. أنا عارف أنت ما بتنامش اليومين دول. صح. فإيه اللي بيحصل؟ أول حاجة مش بنام. تاني حاجة أنا بروح كنايس، معابد يهود، مساجد. بروح اجتماعات فاستيفلز في كل المدينة اللي أنا فيها. أنا 13 مدينة، وعلى طول بعرف نفسي للناس، بسلم عليهم، بسمع منهم ايه المشاكل بتاعتهم، وبعرفهم انا مين. كويس. عندك برنامج محدد زي اي مرشح للكونجرس بيبقى له برنامج. طيب. فلو تلخص لي او هايلايتس البرنامج، برنامج محمود محمود، وليه الناس ممكن تفوت لمحمود. اوكي. عشان محمود واحد مختلف. السبب اللي انا مرشح نفسي حاجة مختلفة جدا. كويس. الناس مش بيشوفوا واحد اسمه محمود محمود عنده 31 سنة بيرشح نفسه للكونغرس اول مرة. حاجة، ثلاث حاجات بسرعة كده انا يعني. أيوة. بالنسبة لي حقوق النساء دلوقتي في امريكا، النساء بيعملوا 77 سنت للدولار للراجل. ديت حاجة مشكلة كبيرة. يعني لو الراجل بيعمل دولار، المرأة بتعمل 77 سنت بالضبط لنفس الوظيفة، نفس المجهود، نفس كل حاجة. ليه؟ كويس. اشمعنى؟ تاني حاجة لازم نعلي المرتب. دلوقتي المينيمم ويج $8.60 في الساعة، لازم نعليها ل $15، ولسه حصل في امازون. امازون دلوقتي المدير بتاع امازون السي اي او على المرتب ل $15 في الساعة. 8 دولار و60 سنت في نيوجيرسي. نيوجيرسي اعتقد. Sorry. في نيويورك 15 تقريبا. تقريبا. فانت عايز تعلى زي على الاقل زي نيويورك يعني. اقل حاجه $15 في الساعه. دي تاني شيء. ثالث حاجه لازم نخلي الكليه مجانا لكل مواطن. لو انت لفيت العالم كلها، معظم البلاد بيخلوا الكليه مجانا، الجامعه بتكون مجانا. بالظبط. بس هل بتكون انت عايزها مثلا للمتفوقين علميا بس، ولا كل الناس؟ لكل الناس. لكل الناس. يعني مش عايزين نفرق بين حد. ان هي تبقى التعليم مجانا زي في المانيا، زي في فرنسا، زي في كندا، زي بالظبط. هم يمكن بداوا شويه هنا حاجه كده، ولا المير في نيويورك هنا بدا الكوميونتي كولجز. الكوميونتي كولجز هنا ابتدوا يكونوا مجانا، ونيوجيرسي برضو بيحاولوا يشوفوا. بس انا بالنسبه لي ليه ما نخليهاش؟ اشمعنى الناس يعني مش بيحركوا؟ بتكلم على الجامعات الحكوميه طبعا. يا ده غير البرايفت. فدلوقتي في ناس اما يتخرج من الجامعة هو in debt، لي ديون $37,000. الناس بيكميت سويسايد، بيقتلوا نفسهم عشان من الديون اللي هم لازم يدفعوها. طيب، يعني ده طبعا يعني التلات اشياء دول يعني دول ميجر يعني على يطبقوا على مستوى امريكا كلها. صح. طيب بالنسبة للديستريكت 8 بيمثل ايه التاونز الرئيسية؟ اوكي. هو هاتسون كاونتي، اسكس كاونتي، برغن كاونتي، اند يونيون كاونتي. 13 مدينه من هوبوكن، جيرسي سيتي، ويهوكن، ويست نيويورك، نورث برغن. طب يعني دي بلاد يعني اماكن هامه جدا واستراتيجيه، يعني كانك في نيويورك سيتي. بالظبط. بالظبط. فيري فيري يعني مودرن. هل بتجد تقبل من الناس؟ يعني البرنامج اللي حضرتك قلت لي ده حاجه يعني نفخر بيها، ويريت يعني اتمنى يعني ان حاجه شيء زي ده يحصل. ازاي الناس رد فعل الناس الكوميونتي او الجاليه، او بلاش الجاليه، الكوميونتي اللي حضرتك عايش فيها، الامريكان وغير الامريكان، كيف يستقبلوا البرنامج ده؟ في ناس كتيره بيقولوا حاجه جديده، مبسوطين جدا، يعني breath of fresh air. في ناس عايزين يساعدوا جدا كتير.
في ناس قالوا لي خلاص انا انتخبتك عشان انت ممكن تبتدي منتخب من النهارده. بعدين في ناس بيكسروا المقاديف، انت اندبندنت، انت مش هتجيب لو جبت 1% او 10% تكون مبسوط. في ناس بيقولوا مستحيل الواحد مسلم يوصل يكون الكونغرس، يو نو، انت عندك 31 سنه. فبسمع الحاجات كتير والناس بيقولوا انت لازم تعمل كذا وتعمل كذا ومش بتعمل كذا. وده طبيعي يعني. بالظبط، بتاخد الحلو مع المر. بالظبط طبعا، اللي بينجح هو اللي بيتغاضى، اللي بيرمي النيجاتيف ده كله وبيمشي في البوزيتيف او الايجابي، هو بس اللي بينظر له وبيمشي في طريقه. بالظبط، انا بالنسبه لي لو انت حاطط في مخك اللي انت هتكسب ومش هتجيف اب كويس، مش هتخسر. اه كويس، ده صمود قوي. وطبعا ده يعني اكيد من التربيه في البيت، من الحياه اللي انت عشتها قبل كده، ويعني والاهل طبعا لهم يد في هذا الموضوع. طبعا طبعا، امي قالت لي ما تخافش من اي حاجه، ما تخافش. آه. انت زيك زي الرئيس، الفرق بينه وبينك اللي هو يعني فشل بس قام وجرب تاني وفشل وجرب تاني. انا في حياتي فشلت كتير كتير جدا، ودي نقطة انطلاق للنجاح طبعا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، كونك تبقى مرشح للكونجرس دي في حد ذاتها ده إنجاز، دي achievement. yeah, مظبوط. يعني كان ممكن ما يقبلكش من الأول. مظبوط. يعني yeah. مش أي واحد يقدر يقول أنا عايز أرشح نفسي يقولوا له تعالى، ولكن بيبقى له شروط معينة أن أنت ترشح للكونجرس. لازم يبقى عندك صحيفة حالة، يعني صحيفتك تكون بيضاء. yeah. بالظبط، لازم تكون كليرنس، لازم تاخد تجيب 100 صوت اصلا، انت 100 امضى، ولازم تكون مستعد اللي انت هتعرف نفسك يوم وليله واليوم اللي بعديها. كويس. وما تخافش. طيب الجاليات الاخرى اللي هي غير الامريكيه، اللي هي مثلا الاسبانيه الصينيه، الجاليات دي برضو احيانا مرتبطين ببعض، بيبقوا عايزين واحد منهم. كل جاليه عايزه حد منها. ازاي الناس دي بتستقبل؟ يعني لما بتشوف محمود رد فعلهم بيكون ازاي؟ انا عندي سبورترز كتير وفولنتيرز كتير، هم اسبان، بلاك امريكانز، تشاينيز، كل حاجه، مسلمين، مسيحيين، يهود، كل الطوائف. yeah. وعشان كده هي الديستريكت بتاعي ديستريكت 8 هي فيري دايفرس، خلطة كبيرة متعدد الفئات والطوائف، الطوائف والدينات وكل حاجه. يعني كونك عربي ده ما عطلكش؟ مش بتشعر احيانا ان هو مش هقولك ابدا ما سمعتش الناس بيقولوا. يعني مثلا اسبوع اللي فات واحد قال لي انت صعب تكسب عشان الناس بتوعك، الناس اللي زيك بيعملوا مشاكل وبيعملوا حاجات وحشه في العالم ده. طبعا من الاعلام. طيب استقبال بقى الجاليات العربيه لمحمود yeah. في الحلو والوحش، زي الأستاذ اللي كان على البرنامج قبلية قال نجاح فردي فشل اجتماعي. مظبوط. عشان في ناس بيحاولوا يكسروا مقاديف كتير. طبعا. لكن مش هقول لا ما بس حصل. في العموم الجالية العربية طبعا اكيد بتدعمك، يعني في كتير طبعا، الغالبية العظمى يعني في كتير مبسوطين جدا وعايزين يساعدوا كتير جدا، بيسمعوا واحد مصري من اصلا مصري ومسلم عايزين يساعدوا. طيب في برنامج او حواراتك مع الناس، مثلا مش لازم يعني في الخطب او في السبيتشز، ولكن ممكن اكيد لك حوارات جانبيه مع الناس مختلف، هل وضع في اعتبارك قضايا العرب في امريكا هنا، قضايا العرب حتى في دولنا العربيه؟ يعني لانه قرارات الكونجرس ما بتخصش بس الجاليه معينه او كوميونتي معينه، ولكن بتخص الشعب الامريكي وبتخص ايضا العالم كله. تمام. ففي انت في اعتبارك القضايا دي، او في دماغك قضايا مثلا العرب والمجتمعات العربيه، القضيه الفلسطينيه، قضيه اليمن، العراق، القضايا دي؟ انا بمثل ناس من كل مكان، من ايجا، من لاتين امريكا، من افريقيا اصلا، من كل كل البلاد، من دول عربيه، من دول عربيه، كل حاجه. وانا مسؤول، لو انا نجحت انا مسؤول على كل الناس دولت، اكتر من مليون واحد، فاهم قصدي؟ كويس. فانا بالنسبه لي اي حاجه اللي انا اشوفها غلط انا هتكلم واقول ده غلط. لو واحد يعني فقير
والغني بيتيك ادفانتج منه، انا هقول ده غلط وهكلم لو عربي لو مسيحي لو يهودي مسلم، it doesn't matter بالنسبه لي، مفيش تفرقه. وقانون هنا في الكونجرس بيسمح لك ان انت تتكلم وتقول اللي انت عايزه بدون اي نوع من انواع الرقابه على كلامك. بالظبط يعني عشان كده الناس هم رشحوني مزبوط. يعني هم انتخبوني طبعا عشان توصل 6 نوفمبر yeah. طيب عايز ايه من الجاليه العربيه؟ عايز ايه من الجاليه العربيه؟ يسجلوا نفسيهم اخر يوم لتسجيل. ما ده بقى انا عايز اتكلم معاك فيه، ده موضوع التسجيل ده، المواعيد دي مهمه جدا. اتفضل. اوكي اخر يوم الناس يتسجلوا في نيوجيرسي يوم الثلاث اللي جاي ده، اكتوبر 16 اكتوبر اخر يوم الناس يقدروا يسجلوا، بعد 16 اكتوبر خلاص. كويس. والتسجيل ده بياخد دقيقتين، في فورم كده، الاسم، التاريخ الميلاد، السيتيزن او نوت، الجندر، وبعدين يمدوا وبيحطوها في البوست وخلاص. وممكن لو معاه جرين كارد برضه ينتخب. نو جاست يو اس سيتيزن. يو اس سيتيزن. يبقى اول شيء ان احنا لازم نسجل، ولكن التسجيل فين بقى؟ في اي ويب سايت اللي هي في ديستريكت 8؟ التسجيل واحد ممكن يدخل على جوجل. ايوه. اوكي يحط فوتر ريجستريشن. يحط فوتر ريجستريشن. ماشي. تمام؟ ايوه. اوكي. وبعد ما يعمل فوتر ريجستريشن يحط الزيب كود. وبعد ما يعمل الفوتر ريجستريشن يحط نيو جيرسي، خلاص يملاها يبعتها وخلاص، هو هيتسجل في السيستم عندهم. كويس. كويس. وبعدين سجل. اوكي. ودلوقتي خلاص هو اتسجل، ففي حلين، لا اما هو يروح للمكان 6 نوفمبر، او الناس ممكن يعملوا فوت من النهارده، حاجه اسمها فوت باي ميل. يعني ممكن واحد ينتخب من النهارده. ايوه. مش لازم يبقى في 6 نوفمبر. بالظبط. لو انت متسجل، اوكي انت خلاص متسجل، انت ممكن تنتخب اللي انت عايزه من النهارده، حاجه اسمها فوت باي ميل. ازاي بقى؟ اوكي فوت باي ميل برضو فورم اللي انت تملاها، فيري سمبل، بتاخد دقيقه، وبعدين الانترنت. في الانترنت. أيوة. هي موجوده على الويب سايت mahmoudforcongress.com. كويس. ممكن تلاقي الفوت باي ميل وبعدين تملاها، تحطها في البوسته، تبعتها، مش لازم بوستج نيسيسري. كويس. وبعدين خلاص هم هيحطوك في السيستم وهيبعتوا لك كل الناس اللي مرشحين. كويس. وانت تنتخبهم. وابعت الفورم دي، يعني انا مثلا لو انا مسافر يوم 6 نوفمبر مش هكون موجود، او عندي شغل او عندي اي شيء، ممكن ان انا يوم 6 نوفمبر، مش لازم انتظر 6 نوفمبر، ولكن لابد ان انا اسجل قبل يوم 16 اكتوبر، ولو انا مسجل اقدر ايفوت لحد يوم 5 نوفمبر بالميل. بالظبط. اطبع الفورم اطبعها واملاها وابعتها بالميل. بالظبط. ومش محتاج احط طابع بوست ولا حاجه. لا. يعني ما بكلفنيش اي حاجه خالص. ما بكلفكش اي حاجه غير البرنت بس. بالظبط. ويا ريت يعني الكلام ده كلام مهم جدا. عندنا 2 ديدلاين، 16 اكتوبر اللي هو الثلاث القادم اخر ميعاد للتسجيل في الفوتنج للكونجرس. بتسجل نفسك، وبعد كده مش شرط ان انت تروح تصوت او تنتخب، ممكن بالميل تطبع فورم تكتب فيها، تختار طبعا محمود يعني اكيد، يعني مفيش كلام. وبتبعت الفورم، مش محتاج لا بوسطه ولا اي حاجه خالص، وان شاء الله يكون عندنا واحد مننا داخل مركز القرار وداخل البيت الاساسي اللي بيطلع منه قرارات بتؤثر على امريكا داخليا وعلى العالم على المستوى الأكبر. طيب لو عايز تقول كلمة للشباب العربي تقول لهم إيه؟ عايز أقول للشباب العربي أنا برشح نفسي عشان الشباب العربي، للناس اللي هم لسه اليوث، عشان لما أنا كنت يوث ما شفتش حد بيرشح نفسه، كنت بشوف كل الناس شكلهم زي بعض، واحد عنده 60-70 سنة، يعني one race. عشان كده انا برشح نفسي، بقول انا موجود في البلد ديت، انا مواطن وانا عايش هنا، وانا مش لازم اتاسف على انا مين وانا جاي وانا اصلا منين، وانا بكلمكم انتوا، روحوا سجلوا نفسيكم، افهموا على السياسه وازاي انتوا ممكن تغيروا المجتمع اللي انتوا عايشين فيه. انا بضم صوتي لصوت الاستاذ محمود، وان شاء الله احنا بنتمنى له التوفيق، وحتى لو ما حالفوش الحظ ان هو فخر لنا جميعا ان احنا يكون عندنا مرشح شاب 31 سنة في للكونجرس الامريكي، وبنتمنى لك التوفيق وان شاء الله النجاح، وتكون في واشنطن دي سي في مركز القرار
ودي شيء احنا لابد ان احنا نقف كلنا كاعلام بجميع انواعه، مكتوب، مقروء، مرئي، مسموع، ان احنا ندعم محمود للكونجرس والانتخابات نوفمبر 6 2018. انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق، والحلقه القادمه نبارك لك ان شاء الله. شكرا حضرتك. بشكرك. اعزائي المشاهدين، حان الان معدنا وفقره بيني وبينك وكريم حجازي. كريم حجازي ضيفته دينا مكاوي، هي وومن ناشونال بوك اسوسيشن يو ان دي بي اي ريب. هنعرف الموضوع ده اكتر من كريم. اليونايتد نيشن كونت اورجانيزيشن اسمها يوث 2030، وهو شباب 2030، وهنعرف ايه بالظبط، وهيكلم كريم مع دينا على ايه هو منتدى شباب شرم الشيخ، برضو هيكلمنا عليه، وهنتكلم عن اللي بيحصل في يونايتد نيشن وشباب 2030، مع ملاحظة ان الشباب على مستوى العالم اقل من 30 سنة نسبة كبيرة جدا، ولكن المتولي الامور في الرئيسية في العالم كله أعمار كبيرة، فهيكلموا في أشياء كثيرة تخص الشباب وتهمنا اهتمام من الدرجة الأولى. ويمكن فقرتنا اللي احنا لسه بننهيها دلوقتي مع محمود المرشح للكونجرس، يعني ده خير دليل على ان احنا ورا الشباب، وبتمنى له التوفيق مرة أخرى. وما تنسوش ديستريكت 8 في نيوجيرسي، محمود للكونجرس، وان شاء الله يبقى في واحد مننا في العاصمة الأمريكية، ويكون يمثل مش بس العرب في أمريكا، العرب عموما على مستوى العالم، والأمريكان أيضا. فاصل ونعود مع كريم حجازي، وأقول لحضراتكم تصبحوا على خير، وأراكم الأسبوع القادم وحلقة خاصة مع الإعلامية القادمة من بيروت خصيصا لينا دبسي، وهتكون حلقة خاصة الأسبوع القادم يوم 18 أكتوبر. ابقوا معنا وفقرة بيني وبينك.